وعد الله. أدرك أنا. عبد النور. مع السعيد أخويا ركبها. متماسك دفاعياً في إطار أن تشهد فرص أخطر من كلا الجانبين. طلح أو من حمل الفوزي لبما الطاهر الخطأ الحكم كل لاعبين تواصل تتحول هجمة معاكسة وشينا يقبل مباشرة الحمري توغل الحمري واصل يدخل داخل منطقة العمليات والهدف الأول لشبيبة الثورة في ثالث هجوم على التوالي والحمري الذي انطلق الحمري أمين هو الذي انطلق وتمكن من افتتاح باب التسجيل بهذه الكيفية وبهذه الطريقة هجمة معاكسة سريعة وهدف أول في ثالث هجمة طبعا كانت سريعة وخاطفة من جانب فريق شباب الثورة واجد كما قلت حالة نفسية ومعنوية متميزة التاح يرسلها طويلة ولكن خروج تمام التمرير الآن في العمق توزيعه مرت أمام المهاجمين حصل على التماس يتنفذ التماس بسرعة لبوشينا العودة إلى زيدي غير تماما ناحية بالسعودي بلال الخطير لما يأتي من بعيد يقدم كرة الثاني لشبيبة الثورة بلال مسعود يقدم الثاني لزيد الذي يتمكن من افتتاح من إضافة الهدف الثاني على ما يبدو لي انطلاقة في هجمة معاكسة زيدي وجه لوجه زيدي يمر وثالث الأهداف لشبيبة الثورة بطريقة رائعة جدا وبطريقة مميزة أي مراوغة وأي انطلاقة وأي روعة وأي جمال في هذا الهدف الثالث لفريق شبيبة الثورة في سيناريو لم انطلاقة من طاهر من هناك الطاهر يقدمها في العمق ممتازة خطيرة ولكن كان سيد زكريا الأقرب إلى الكرة جمال معاكسة ناحية الحمري من هناك يروض يستقبل الكرة ينتظر المساندة تأتي من الداعم من هناك إلى بوشيكو هجمات معاكسة سريعة قاتلة من جانب الشباب بساطة وسهولة في اللعب الكرة البسيطة السهلة الممتنة ناحية زيدي والرابع لشبيبة الثورة رباعية لشبيبة الثورة والثنائية لزيدي لما لا على غيرها كما قلت سيري بلال خير الدين ماضوي بلعطوي دوب منير فوزي موسوني مراد رحموني منير زغتوت اسماء بين الشبان الذين اقتحموا عالم التدريب ليمنا جاليت ايضا يستعمل نفس اسم كبير في عالم التدريب بلال السعودي اليوم ماذا فعلت يا مسعودي اي جنون
في هذه الكرة وفي هذا اللقطة قد بأن مسعود يريد أن يسجل في هذه المباراة، يريد أن يسجل فعل كل شيء واختتم المباراة بهدف. وأي هدف، يا سلام يا سلام على الروعة وعلى الجمال وعلى الإبداع وعلى المتعة. خماسية خماسية خماسية. رايا الانطلاقه بلال المسعودي، بلال المسعودي، بلال عوده الدفاع الخطر، ويحيى شريف والسادس، يحيى شريف والسادس، السادس الاهداف مباشره بعد دخوله، يسجل الهدف السادس والثالث له في ظرف مباراتين. ماذا يحدث في هذه المباراه؟ اثقل نتيجه هذا الموسم لشبيبه الثوره خارج القواعد وفي البطوله ككل. السداسي اشتقنا ونريد ان نعود اليها، هكذا هو الشعار الذي يرفعه مسؤولي شبيبه الثوره، وهذا هو الكلام الذي قيل لي منذ لحظات وقبل البدايه. لديها ذكريات مع كاس افريقيا، لديها ذكريات مع الزمن الجميل، تريد ان تسترجعها اليوم. مباراه كما قلت توضع في طيب الصوره، في البقاء، في الهجوم، في البحث عن هدف اخر، في الامتاع، في الابداع، في الاقناع، في مباراه للتاريخ. شبيبه الثوره الكل ينتظر الصفاره، حتى من هو متعاطف مع فريق جمعيه شلبك، ولكن الخطر 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 قائم. في هذه المباراه التي لم تكن تماما سهلة بالنسبة للشبيبة، لم تكن سهلة للشبيبة صراحة، أبدع وأقنع ونهاية المباراة بفوز مقنع للشبيبة، وإن شاء الله لن يؤثر على فريق جمعية شباب. مشاهدينا متابعينا متابعي الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري، نلقاكم إن شاء الله في مناسبة. سلام.